على المرأة بين في عدد من المشاريع والإنجازات اللي قام فيها في مسيرته، وأعتقد هي إنجازات تعتبر مفخرة سواء على مستوى المجتمع المرأة ولا على مستوى دولة البحرين، مملكة البحرين في تقديم نفسها وفي شرح مواقع المرأة في عالمنا العربي والدولي. هذه شيء واحد، لكن الشيء الثاني احنا اللي نتمناه الان ان احنا ننتقل الى المرحله الاكثر تفصيلا والبحث فيها عن مؤشرات قياس اكثر دقه وتدخل في تفاصيل واقع المراه. لم يعد ممكنا القبول بالمؤشرات العامه، ورغم انها يعني مؤشرات ممتازه، لكن لمعالجه ما تبقى من المشاكل الموجوده في واقع المراه نحتاج الى دراسات اكثر تفصيلا تذهب إلى عمق البؤر إن صح التعبير اللي بحاجة إلى يعني المجلس الأعلى أثبت أنه هو يعني مثل ما نقول كل مرة يقدم ما هو يعمق يعني دوره بالنسبة للمرأة البحرينية وترسيخ سواء في الجانب النظري أو سواء في الجانب العملي في داخل حياة المرأة. هي يعني بتضل فارق هناك أنا أعتقد بين يعني مستوى قضاياها ما سبق بعد خروج المجلس الأعلى، أصبحت في طبعا قفزة نوعية في معالجة مثل ما نقول قضاياها. طبعا في هذا الاجتماع طرحت كل الأشياء اللي يعني استطاع المجلس الأعلى أنه يهتم فيها وتمكين المرأة من كل الجوانب الاقتصادي بإحصاءات وإشارة يعني مؤشرات طرح وطرح العديد من يعني ربما هناك في نقاش أيضا طرح كثير كان الحوار أيضا مجدي وطرحت فيه وجهات نظر مختلفة. وأنا أعتقد أن يعني قضايا يعني وضع المرأة البحرينية والاهتمام بقضاياها هو فعلا على لائحة الاهتمام سواء بالنسبة للمجلس الأعلى باعتبار أنه هو ذراع يعني مثل ما نقول للمشروع أحد أهم الأذرع للمشروع الإصلاحي اللي طرحه جلالة الملك. وقضايا المرأة سواء كان في المحاكم أو كان في مثل الجانب الأسري أو كان الجانب القانوني أو التمكين الاقتصادي أو التمكين مثل في الجوانب التعليم أو العمل أو الآخرة، فهي كلها أنا أعتقد أن البحرين يعني أو حتى من خلال عقد الاتفاقيات العديدة مع الاتفاقيات الدولية كلها تصب في يعني أن وضع المرأة قاعد يتطور يوم عن يوم، وبالفعل أن هناك في تحسن في الكثير من المؤشرات والاهتمامات، رغم أن المجتمع أي مجتمع في العالم كله بما فيه الدول المتطورة لا تخلو من القضايا ومن المشاكل. بالنسبة عن الجلسة عموماً كانت جلسة مفيدة جدا وقيمة، لأن عملت نوع من التواصل أكتر والتفاعل بين وسائل الإعلام وبين المجلس الأعلى للمرأة، وأعتقد أن أي طرف فيهم لا يستغني عن الآخر. العملية محتاجة النهوض بالمرأة عموما وتمكينها والنهوض بها محتاج التواصل والتعاون من أكثر من جهة. يعتبر يمكن المجلس الأعلى للمرأة من أهم الجهات اللي قاعدة تدعم المرأة بشكل فعلي وبشكل واقعي، والدليل على كده إن هي طلبت تقعد مع الصحافة اليوم على أساس تعرف وجهات النظر المختلفة، وبالتالي يحصل تناسق بينهم وبين بعض ويكون لكل منهم دور أكثر فعالية بالنسبة للتعاون. أشكر مجلس الأعلى للمرأة على مبادرته في عمل اجتماع تشاوري مع الكتاب والكتاب الأعمدة والصحفيين. طبعاً أكيد هذه لها دور في أنه هو يفتح حلقة وصل أو يمد جسر من التواصل بين الجانب الإعلامي والجانب التنفيذي بالمجلس الأعلى للمرأة. لا شك أن هذه الاجتماع لها دور فاعل، ولا شك أن نطالب باستمراريته مع الإعلاميين والكتاب، وأيضاً نتمنى مشاركة ممثلي الأجهزة الإعلامية الأخرى. طبعاً اليوم اللقاء كان لقاء جداً إيجابي، توضح لنا الكثير من الأمور التي تخص المرأة البحرينية بشكل عام في جميع على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والمهنية والحقوقية، وهذا بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وبفضل قيادة المجلس الأعلى. ودعوتنا اليوم أو اختيارنا هو شرف لنا كبير أن نناقش في هذا الموضوع، وإن شاء الله إحنا راح نكتب
عن الكثير من هذه الخطة الوطنية التي ستنهض إن شاء الله بدور المرأة التنموي والأسري والاجتماعي في مملكة البحرين.